السلام عليكم معكم عبد العزيز من قناة مدريد واليوم جايب لكم تخفيضات شهر يناير 2017 على البلايستيشن 4 تخفيضات 60% طبعا تخفيضات في الستور العربي ما ادري عن الامريكي بالضبط بس اتوقع في تخفيضات آه الستور الامريكي ما ادري عنه لكن تخفيضات في الستور اللي هو الاوروبي العربي طبعا الستوري هذا السعودي ما ادري عن الامارات بس اتوقع كل ستور العربي السعودي الامارات الكويت اتوقع كل في تخفيضات الستر الثاني ما ادري لكن الستر هذا السعودي طبعا تخفيضات لست... تخفيضات 60% راح تحصلونها في اول صفحه راسية قدامكم هذه نضغط عليها نشوف التخفيضات طبعا زي ما انتم في تخفيضات راح تنتهي في اول الشهر وفي تخفيضات راح تنتهي في يمكن ربع الشهر في نص الشهر في تخفيضات راح تنتهي في نص الشهر فانتم شيكوا فمثلا باتل هذه وزي ما تشوفون هنا باتل 1 آه راح تنتهي في آه سبعة واحد الفين وسبعة عشر ونشوف تايتن فول تو وتوقع نفسها زي ما تشوفون تايتن فول تو راح تنتهي في واحد وعشرين واحد الفين وسبعة عشر بعد التخفيض في ثلاثة وعشرين اثنا عشر الفين وستة عشر راح تنتهي في كم واحد وعشرين واحد الفين وسبعة عشر طبعا آه نصيحتي يعني اللي يحبون مثلا الالعاب باتل فيلد لا تفوتونها ابد في نسخة اللي هي هذه الديركس اديشن واللي هي بتوقع معها بريميوم لا اتوقع آه العاديه وفي تخفيضات قويه قويه مره فالحقوا على التخفيضات تخفيضات قويه مره فانا نصيحتي يعني بغيت تلعب يعني عندك باتل فيلد 1 وعندكم توم برايدر وعندكم فيفا 17 وعندكم تايتن فول وعندكم انشارتد فور هذه كلها العاب حلوه وعندكم آه، لعبة تختيم ثانية اللي آه، اسمها راتشت اند كلانك في العاب حلوة مرة فلا تفوتكم التخفيضات هذه واللي يحب البلاتينيوم يجمع بلاتينيوم التخفيضات قوية مرة وبس اتمنى انكم تعجبكم تسوي سبسكرايب سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم لا اله الا انت سبحانك الظالمين بامان الله